تتمتع مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية بجو ساحلي حار، خصوصاً في فصل الصيف، الأمر الذي يدعو السكان لفتح نوافذ منازلهم على مصراعيها عندما يخلدون للنوم. لكن في ثمانينيات القرن الماضي، أقلع الكثير من السكان عن هذه العادة بسبب انتشار جرائم القتل والاعتداء على يد السفاح الذي اشتهر باسم The Night Stalker. في الصباح الباكر من أحد أيام صيف عام 1984، ذهب أحد أبناء السيدة جين فينكو البالغة من العمر 79 عاما لتفقد والدته التي كانت تقيم في المبنى السكني ذاته. وعندما دخل إلى شقتها عثر على جثتها الملطخة بالدماء على سريرها في غرفة النوم، بعد أن تعرضت المرأة المسنة لعدة طعنات وحشية في صدرها ورقبتها أودت بحياتها. تواصل الشاب المذعور مع الشرطة التي أرسلت وحداتها على الفور إلى مسرح الجريمة. لم يكن المحققون في ذلك الوقت يدركون أنهم يتعاملون مع واحد من أخطر السفاحين في التاريخ الجنائي الأمريكي، الذي نشر الرعب والذعر في شوارع مدينة لوس أنجلوس وأوقع أكثر من 30 ضحية. في هذه الحلقة الخاصة من قناة دهاليز سنروي لكم قصة سفاح لوس أنجلوس الذي أنهك سلطات إنفاذ القانون في المدينة، ولم يتم الإيقاع به إلا بعد أن نشر الذعر بشكل غير مسبوق. لذا لا تفوت مشاهدة الفيديو حتى النهاية. ولد ريتشارد ليفا راميريز المعروف باسم ريتشي في مدينة إلباسو بولاية تكساس الأمريكية في عام 1960 لوالدين مهاجرين من المكسيك. كان صبيا خجولا ومنطويا ووحيدا، وقد شهد عدد من زملائه في الدراسة لاحقا أنه لم يكن يتفاعل معهم في الصف ولم يكن يتحدث مع أحد، وقضى فترة دراسته وهو يعيش في عزلة شديدة، كما أنه كان يعاني من نوبات صرع، الأمر الذي جعله عرضة للتنمر والرفض من قبل زملائه. لم تكن الأمور في المنزل أفضل بالنسبة لريتشي، حيث نشأ في كنف عائلة صارمة للغاية. كان والده دائما ما يعتدي عليه وعلى أمه وأشقائه بالضرب، إذ أن تلك كانت طريقته في تربية أفراد أسرته وضبطهم. ولد ذلك الكثير من الاضطرابات النفسية في نفس الطفل الصغير الذي بات يشعر بالخوف بشكل مطلق، وكانت طريقته الوحيدة للتغلب على هذا الخوف هي زيارة المقابر. وقد وجد ريتشي بشكل غريب الراحة في ذلك المكان، وكان يتردد عليه باستمرار. كان ريتشي مقربا للغاية من ابن عمه مايك راميريز الذي كان جنديا سابقا في الجيش الأمريكي. كان مايك نموذجا سيئا للغاية، حيث كان الشاب يعاني من اضطرابات نفسية شتى جراء مشاهدته لمشاهد الحرب البشعة عندما كان في فيتنام، بالإضافة إلى جرائم الحرب التي ارتكبها من قتل واعتداء جنسي وتشويه. كل ذلك جعل مايك يشعر كما لو كان إلها متفوقا على غيره من البشر، حيث إنه كان هو من يقرر من يعيش ومن يموت. وقد مرر مايك هذه الاعتقادات لابن عمه الذي كان لا يزال صبيا في ذلك الوقت، فضلا على أنه جعل ريتشي يشاهده وهو يمارس الجنس ويقوم بقتل وتشويه بعض الحيوانات. انتقلت كل تلك العادات المخفية لريتشي الذي شرع في قتل الحيوانات والاعتداء عليها، كما انخرط الصبي في تدخين الماريخوانا مع ابن عمه واشترك معه في بعض عمليات السرقة الصغيرة. عندما كان ريتشي في سن المراهقة شاهد ابن عمه مايك راميريز وهو يطلق النار على زوجته في وجهها، منهيا بذلك حياتها على الفور، فيما تطايرت الدماء على وجه ريتشي الذي كان شاهدا على تلك الجريمة البشعة دون أن يبدي أي شعور بالخوف أو الذعر. ما زاد من جرأة ريتشي على ارتكاب الجرائم هو إدراكه أن ابن عمه لم يذهب للسجن بعد ارتكابه لتلك الجريمة البشعة، بل تم نقله إلى مركز للأمراض النفسية بدلا من ذلك، بعدما رأت المحكمة أنه يعاني من صدمة نفسية بعد عودته من القتال في فيتنام. بعد تلك الحادثة أصبح خيال ريتشي مليئا بالعنف والدم والمشاهد الجنسية المثيرة، فيما انخرط الشاب في عبادة الشيطان واتباع عقائد ومبادئ شاذة. وقد التزم بعبادة الشيطان، وكان دائما ما يسمع لموسيقى الروك أند رول التي كانت من وجهة نظره من صناعة الشيطان نفسه.
بعد أن شاب ريتشي انتقل إلى مدينة لوس أنجلوس، وهناك استمر في تعاطي الممنوعات ومعاقرة الكحول بشكل مفرط، واستمر أيضا في تنفيذ عمليات السطو والسرقة كي يؤمن لنفسه مالا لشراء الممنوعات. في النهاية تم إلقاء القبض عليه وحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر. عندما أطلق سراحه بدأ في مضايقة الناس وتخويفهم، حيث كان يتلذذ بمشاهدة تعابير الذعر على وجوه الأبرياء، لدرجة أنه كان يختطف بعض الأشخاص لعدة ساعات ليرى الخوف في وجوههم فقط قبل أن يطلق سراحهم من جديد. العام 84 و900 ألف، كان ريتش يبلغ من العمر 24 عاما. في هذه المرحلة قرر أن ينتقل بطقوسه الشيطانية إلى مرحلة جديدة، وهي إنهاء حياة البشر لا لشيء إلا للتنفيس عن غضبه والبحث عن السلام والسعادة، وذلك بعدما اعتبر نفسه تجسيدا بشريا للشيطان، لدرجة أنه توقف عن تنظيف نفسه وفمه كي تنبعث منه رائحة الجحيم على حد قوله. كانت أولى ضحايا ريتش هي امرأة تبلغ من العمر 79 عاما تدعى جيني فينكو، حيث استغل ريتش أن سكان حي غلاسيل بارك في لوس أنجلوس كانوا نائمين ونوافذهم مفتوحة بسبب الحر الشديد في الصيف. تسلل إلى شقة المرأة المسنة ودخل إلى غرفة نومها وهو يرتدي ملابسا سوداء بالكامل ويرتدي قفازات ويحمل سكين صيد حاد بطول 6 بوصات. كان ريتش قد اقتحم منزل المرأة العجوز بغرض السرقة، وراح يبحث بلا كلل عن المجوهرات والأغراض الثمينة الموجودة في المنزل، لكنه لم يجد ما كان يبحث عنه، فشعر بخيبة أمل وغضب شديد، الأمر الذي جعله يطعن جيني بوحشية في صدرها ورقبتها حتى كاد أن يفصل رأسها عن جسدها. وبعد أن فارقت روحها جسدها، اعتدى عليها ريتش جنسيا قبل أن يغادر مسرح الجريمة. في اليوم التالي عثر أحد أبناء الضحية الذي كان يعيش في المبنى السكني على جثة والدته. لم يكن أحد يعلم أن هذه الجريمة البشعة لم تكن سوى الأولى في سلسلة من الجرائم التي تصل إلى حوالي 30 جريمة، واستمرت تلك الجرائم حتى سقوط السفاح في يد الشرطة في أغسطس من العام 1985. كان من الصعب على رجال الشرطة ربط كل تلك الجرائم ببعضها البعض، حيث على عكس بقية السفاحين لم يكن لريتش نمط معين في اختيار الضحايا أو في طريقة ارتكابه للجريمة، حيث في بعض الأحيان كان يختار الضحايا من كبار السن، وفي أحيان أخرى كان يعتدي على الشباب، كما أن شره طال الجنسين من الذكور والإناث. بالإضافة إلى ذلك كان ريتش يستخدم أسلحة مختلفة في كل هجوم، حيث استخدم مضارب البيسبول والخناجر والسكاكين والأسلحة النارية من بين أسلحة أخرى. كان الرابط الوحيد بين كل تلك الجرائم التي ارتكبها ريتشي هي الوحشية الفائقة التي تعرض لها الضحايا والقسوة البالغة في التعذيب والاعتداء. فعلى سبيل المثال أطلق ريتشي بدم بارد رصاصة على وجه الشابة دايلي أوكازاكي البالغة من العمر 33 عاما بعد اقتحام منزلها، كما انهال طعنا على الشاب الإيطالي البالغ من العمر 44 عاما ماكسين زازار قبل أن يقوم باقتلاع عينيه من مكانهما، وقد كانت الضحية نائمة في سريرها عند تعرضها لذلك الاعتداء المريع. على الرغم من ذلك كان ريتش مجرما فوضويا وعشوائيا للغاية، حيث كان عادة ما يترك خلفه الكثير من الأدلة المادية، فضلا على أنه لم يكن يرتدي أي أقنعة وكان يرتكب كل تلك الجرائم ووجهه مكشوف للضحايا، بالإضافة إلى رائحته النتنة النفاذة والمميزة. وقد ساهمت كل تلك العوامل في الإيقاع به في نهاية المطاف في أيدي السلطات. بدأ الأمر عندما اعتدى ريتش جنسيا على روث ويلسون بوحشية وتركها خلفه ظنا منه أنها فارقت الحياة. بعد كل الضربات التي تعرضت لها وبعد أن أغشي عليها، لكنها نجت من الهجوم بأعجوبة وتحدثت مع المحققين لتقدم لهم أول وصف لسفاح لوس أنجلوس. لم يكن وصف روث للسفاح دقيقا للغاية، لكنه كان الخيط الأول الذي جمعه المحققون في طريقهم للإيقاع بريتشي. أوضحت المرأة للمحققين أن الرجل الذي اعتدى عليها كان أسمر البشرة ويبدو أنه من أصول إسبانية،
ووصفت مظهره بالمخيف، ولم تنسى روث وقع رائحته الكريهة. صيف عام 85 900 ألف، وصل العنف الناتج عن جرائم السفاح إلى أعلى مستوياته، حيث بلغ عدد الضحايا أكثر من 13 شخصاً. وعلى الرغم من أن الشرطة كانت قد جمعت بصمات الأصابع الخاصة بالسفاح وبصمة حذائه من عدة مسارح جريمة، فلم يكن متاحاً لديهم في ذلك الوقت التكنولوجيا الحديثة التي تمكنهم من تحديد هوية الرجل بتلك السهولة. بدأت أخبار الجرائم البشعة تنتشر بسرعة في أرجاء المدينة، ودب الرعب والذعر بين المواطنين. ارتفعت مبيعات الأسلحة وأجهزة الإنذار الأمنية وكلاب الحراسة بشكل كبير، ولم يكن أحد يشعر بالأمان في منزله. في الصباح الباكر من 25 أغسطس لعام 1985، ارتكب ريتشي الخطأ القاتل المنتظر والذي أوقعه في يد العدالة في النهاية. وقد كان ذلك عندما هاجم السفاح منزل الزوجين الشابين ويليام كارينز وواينز إريكسون، الواقع في حي ميشن فيغو في مقاطعة أورانج التي تبعد حوالي 80 كيلومترا جنوب شرق لوس أنجلوس. دخل ريتشي إلى غرفة نوم الزوجين بينما كان يغطان في نوم عميق، وقام بإطلاق النار على ويليام في رأسه 3 مرات من مسافة قريبة لينهي حياته. وقد استيقظت آنيز على وقع طلقات الرصاص وبقيت في حالة صدمة بينما كان ذلك الظل يراقبها. كان يجوب المنزل بحثا عن أي شيء ذي قيمة ليسرقه، لكنه لم يجد مبتغاه فعاد للغرفة واعتدى على الفتاة جنسيا وقام بتعذيبها حتى اعترفت له بوجود مخبأ سري في المنزل كان ويليام يستخدمه ليخفي فيه المال وبعض الأغراض الثمينة. بعد أن حصل على تلك المعلومة منها، وجه ريتشي مسدسه نحو وجه إينيز ليطلق النار عليها. وكانت الفتاة ترتعش من الرعب وهي تدرك أنها تعيش لحظاتها الأخيرة، لكن ريتشي قرر بشكل مفاجئ أن يتركها ويرحل من المكان. استطاعت إينيز أن تقدم وصفاً دقيقاً للسفاح الذي كان قد ترك بصمات أصابعه في شتى أرجاء المنزل، فضلاً عن أنها قدمت للمحققين وصفاً دقيقاً لسيارته، مشيرة إلى أنها كانت سيارة عائلية من طراز تويوتا برتقالية اللون. وفي ذلك الوقت كانت ولاية كاليفورنيا قد وفرت التكنولوجيا الحديثة التي تساعدهم على تحديد هوية الجاني من خلال بصمات الأصابع. وقد استطاع رجال الشرطة أخيراً ربط تلك الجريمة بريتشارد الذي كان قد حكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر في عام 1982. أخيراً وبعد طول انتظار، كان لدى المحققين مشتبه به في قضايا القتل والاعتداء التي توالت على المواطنين الآمنين في لوس أنجلوس وأرهبت المجتمع بأكمله، وانتشر الخبر في وسائل الإعلام حيث طلبت الشرطة مساعدة المواطنين في إلقاء القبض على ريتشي في أقرب وقت ممكن. عندما علم ريتشي أن الشرطة كانت تبحث عنه، حاول الهروب في حافلة، لكن سرعان ما تعرف عليه بعض ركاب الحافلة التي كان يستقلها، الأمر الذي اضطره للنزول من الحافلة ويحاول سرقة سيارة امرأة ليهرب بها، لكن المرأة صرخت بكل ما أوتيت من قوة. اجتمع الناس من حولها، وقد تجمع العديد من المرة حول ريتشي وركضوا وراءه حتى استطاعوا القبض عليه وتسليمه للشرطة. بعد إلقاء القبض عليه، وجهت السلطات لريتشي 31 تهمة، 14 تهمة قتل و17 تهمة أخرى ما بين اعتداء بالضرب واعتداء جنسي والشروع في القتل. وقد كانت محاكمة ريتشي واحدة من أشهر المحاكمات الجنائية في التاريخ الأمريكي، وحظيت بزخم إعلامي غير مسبوق. استغرقت المحاكمة 3 سنوات، حيث إنها بدأت في 30 من شهر يناير كانون الثاني لعام 1986، واستمرت حتى 3 من شهر أكتوبر لعام 1989، وذلك لأن ريتشارد كان يغير محامي الدفاع عنه باستمرار. وعندما حان وقت جلسة النطق بالحكم، بدأ ريتشارد في الصراخ وإثارة الرعب من خلال تلاوة ترانيم شيطانية، كما أظهر للحضور وشم نجمة خماسية مقلوبة على راحة يده، علامة على عبادة الشيطان، قبل أن يوجه كلامه للقاضي قائلاً:
أنت لا تفهم شيئاً أيها النير، أنا فوق أحكامك، أنا أبعد من الخير والشر، أبعد من التجربة البشرية، لدي قوة الشيطان، أنت لست سوى فريسة، وأنا صيادك، أحب قتلك، أنا أستمتع برؤيتك تموت. انتهى الأمر بإدانة ريتشارد راميريز بارتكاب 14 جريمة قتل وخمس محاولات قتل وتسع حالات اعتداء جنسي وعمليتي اختطاف وخمس عمليات سطو وأربعة عشر اقتحاما للمنازل، وحكمت عليه المحكمة بتسعة عشر حكما بالإعدام. على الرغم من بشاعة جرائمه، حظي ريتشارد بمئات المعجبين الذين أرسلوا له رسائل يعبرون فيها عن حبهم وتضامنهم، وقد مضى بعض النساء إلى ما هو أبعد من ذلك، ورأينا أنه كان جذاباً ومثيراً، وكنا يرسلنا له رسائل حب رومانسية ويتغزلنا به. من ضمن أولئك النسوة كانت دورين ليوي، التي وقعت في حب ريتشارد وبدأت في مراسلته، ثم نشأت بينهما علاقة عاطفية وانتهى بها الأمر بالزواج منه في عام 1996، في السابع من يونيو لعام 2013، وعندما كان ريتشارد لا يزال في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقه، توفي السفاح الأمريكي بسبب مضاعفات سرطان الغدد اللمفاوية عن عمر يناهز 53 عاماً. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بأرائكم في التعليقات أدناه، كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.